سؤال حول العمل في مدارس الكاثوليك كمساعد معلم في حصة الدين، وقد أكون موجودا من الفصل وقد لا أكون موجودا. سألت عن طبيعة الحصة، قالوا تتكلم عن السيد المسيح وعن بعض العقائد كمحبة بعضنا لبعض ويصلبون، وفي الأعياد يأتي إليهم القس لمدة يتحدثون فيها عن المناسبة، لكن ليس شرطا علي الحضور في الأعياد. فما رأي الدين في هذه المهنة أو في هذا العمل؟ أقول مع تحفظي من حيث المبدأ على العمل في مثل هذه المدارس الكاثوليكية، لأن الذريعة إلى الفتنة والاحتقان الطائف فيها قريبة جدا، ومع هذا فإنني أقول لك من حيث المبدأ الحديث عن المسيح مشروع، شريطة أن يكون حديثا صحيحا. لقد تحدث القرآن الكريم عن المسيح وعن أمه أجمل حديث وأعذبه. ألم يقل الله جل جلاله عن المسيح إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، وبرأه ممن عبدوه من دون الله، فقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وقال عن أم المسيح خاصة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فإن كنا سنتحدث عن المسيح وعن أم المسيح من المنظور الإيمان الصحيح فمرحبا بهذا وأهلا به وسهلا، وهذا جزء من البلاغ الواجب لدين الله عز وجل. أما التصليب فهو طقس وثني وشعيرة شركية، وقد قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وعندما ينزل المسيح في آخر الزمان سيكسر الصليب ويقتل الخنزير. أما بالنسبة للتصليب فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، والتصاليب
صورة الصليب. هذا أيها السائل أو أيتها السائلة خلاصة عقيدة أهل الإيمان في المسيح، يؤمنون به عبدا لله عز وجل، رسولا كريما من أولي العزم من الرسل، هو عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الله جل جلاله رفعه إليه بروحه وجسده، وهو الآن حي في السماء، لم يقتل ولم يصلب كما رأينا في الآية السابقة، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأنه سينزل في آخر الزمان، والله أعلم بميقات نزوله، في حديث الشيخين عن أبي هريرة: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وأن عيسى عندما ينزل سيحكم بشريعة الإسلام ويكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينزل بشرع جديد، لأن رسالة الإسلام هي ختام الرسالات السماوية، وهي باقية إلى قيام الساعة لا تنسخ بحال، فيكون عيسى عند نزوله حكما من حكام هذه الأمة ومجددا لأمر الإسلام، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. واعتذري أو اعتذر يا رعاك الله أو يا رعاك الله عن حضور أعيادهم الدينية ما دام ذلك ليس جزءا ضروريا من التزاماتك المهنية، والله تعالى أعلم.